أجندتنا بالمحاصرة. نقول الاتحاد الأوروبي كفى سلطاً. المناشدة التي يريدها نؤكد على عدالة مطالب منتفعي الشؤون الاجتماعية من حقهم في صرف مخصصاتهم التي طالت عدم صرفها والذي وصل إلى 15 شهر دون أن تنفق هذه المخصصات على 88 ألف عائلة و113 ألف عائلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ولكن الأخطر هم فقراء قطاع غزة الذين يصل عددهم ما يزيد عن 81 ألف. هؤلاء الذين على مدار 15 شهر لم تقم السلطة بصرف مخصصاتهم بدعوى أن الاتحاد الأوروبي لم يقر الموازنة. هؤلاء مواطنين فلسطينيين يجب أن تنفق عليهم السلطة بغض النظر عن الجهات المانحة. هؤلاء يحتاجون إلى كل الدعم ويجب أن يعطوا الأولوية في صرف مخصصاتهم، وبالتالي نحن ندين هذا الانتهاك لحقوقهم ونطالب السلطة بالتراجع عنه والإسراع في صرف مخصصاتهم وضمان إيجاد حلول سريعة لإسعاف أوضاعهم. فلا يجوز أن يترك أكثر من 80 ألف أسرة في قطاع غزة في ظروف يعيشون في ظل ظروف أشبه بالكارثة الإنسانية. ومن هذا المكان سنعتزم وسنصمم دائما بأن نقول كلمة الحق. أنا بطلب في الشؤون مش أكثر من هيك، لقمة عيشنا إحنا، لقمة العيش اللي بدنا إياها مش أكثر شيء، مش أكثر شيء. هم مش حيعطونا أكثر من هيك، هم أخذوا منا، مش احنا خدنا منهم، هم اخذوا منا اصلا، سرقوه سرقه منا. ليش انا علي 60 مليون دين؟ يجي اخي يسلك لي اياهم، اخذ الشؤون يجي يسلك 60 مليون علي، والدكان سكت الدين علي. اقول لك يجي اليوم يفطرني، اليوم يفطر اولادي الليل، اليوم انا مش عارف كيف افطر اولادي. يشهد علي الله ده بيتي ما في شكل، ويشهد علي الله في شهر رمضان ما في شكل. وقولي كيف تفطر اليوم أولادي؟ كيف والحكومة بتتفرج علينا؟ كيف سرقونا وإحنا كيف بدنا نعيش؟ جاينا رمضان، جاي علينا عيد، عيد عيد الله أكبر. كيف الناس بدها تعيد؟ والتجويع وهذه الأسر وهذه الأمهات يعانون كل يوم. يعني الشؤون بالمرة، عندي أنا مش قادر أعطي الجامعة وعندي البنات، ولا مش قادر بالمرة، وهذا هي الحياة يعني، إيش العيشة؟ والله ما في ولا ليرة، وحياتي بالمرة. شو بطالب؟ بطالب بحقوقي في الشؤون، وبطالب في كل الناس يعني، فبمازن يجيب لنا حقوقنا، إيش بدنا ننسى؟ وهذا هي. والله ما عندي جلد غاز، وكمان فضيات بالمرة يعني، وأولادي بدهم للجامعة وما عنديش.